رقم 0535-40-11. لالا فاطمة صباح الخير. صباح النور، كيف صبحتي؟ الله يبارك فيك. شكرا لله. الحمد لله. نعم. غادي ندوزو الكفته. غنعطا نمشيو معها بزاف اللحوم، غناخدو كمية الكفته السيدة شحال ما بغات. هذا شنو غتحضري لنا لالا؟ انا عندي واحد لاستيس نقدر نصوبها بسلة صغار، نصوبها السادة، نعمرو بها الدجاج، نصوبها محنشة، يعني تمشي في كل الطرق. نعمرو بها ليكيش، يعني أي حاجة طيح لك في بالك، لي شوسون، عمري بها الرغايف. نعطي أنايا الطريقة والسيدة تستعمل. أنا أكثرية كنعمر بها الدجاج، يعني والسيدة تستعمل كل شيء، كتجي زوينة وراقية. ناخدو كمية الكفتة، ناخدو كمية البرو، نقطعو دوائر رقاق، ناخدو بصلة مشلضة، حفينة المعدنوس، نقبو المعدنوس، مليحة البزار، شوية العطرية ديال الكفتة، شوية العطرية ديال الحوت، ملح، بزار، عطرية، ناخدو حفينة ديال الكالامار، وحوت مقطع مربع صغير، كالامار، وناخذ كميه كروفيت نغسلو ونخليوها خضر، يعني ما نقيسوش، نخليو تفكتر في شي شبيكه ونخليوها. كنشحروا البر والبصيله، وكنزيدو عليه الكفته. كنديو نجيبو ماشي يعني يطيبو البصله تنزل، يعني غير شويه تاخذ لوكو وتويمه، ونحيدوها، نزيدو المعدنوس ونزيدو العطريه. معمره نديرو العطريه وحنا كنقليو في اي حاجه صوتي، مفهوم؟ ايه. كناخذ داك الكالامار كنديرو معاه واحد ربيع كاس الماء، واحد وريقه سيدنا موسى، وكندير شويه العطريه الحوت، وكنسدو عليه يطيب، ونبقاو حنا نعلكو نعلكو ديك تيولي ديك صلصه خاطره بحال جيل. كنقبطوه كنديرو في الخلاط، كنعاودو نطحن ديك الكفته بالبر ومع الكروفيت خضر، يعني ما طيبش مع الكالامار، مع كلشي كنطحنو العناصر اللي ذكرنا. وكنحطوهم، يعني نعمرهم في الورقه. كناخذ مثلا الدجاج، كندهنو بشويه المطارد مليحه، ونعمر بالفخاد، ونسد عليه وندخلو للفران، نغطيه، ندهنو بزبيده. ملي ديما الدجاج خصو يتقب، راه داكشي كيدخل عليه، لا داك الما اللي كيبقى فيه هو اللي كيخلي فيه واحد الريحه، ملي كيطيب مكتكونش مرغوب فيها، واخا تعيي متغسلي فيه داكشي لداخل. بقيت تقب انا شويه، شحال الما كيخرج داك الما ماشي زوين، شميه ولا ذوقي ما غيعجب حتى واحد. يعني تقب بالفخاد والعمق والصدر، تقب ويخرج داك الما. صافي ونعريو نعاودوه بالزبيده ونخليوه يتحمر. مي كتبقى تاكل الحوت مع الكفته مع الدجاج كيجي رائع، والسيدة تعمر بهم لي سيكاغ، البريوات، اي حاجه تعمر به كيجي زوين ولذيذ. وبالصحه والرضا نقدموه مع خضيره. وبالصحه والراحه، تبارك الله عليك. العفو، كنشكرك كثير لاله فاطمه. ناخذ النديه.